يختتم اليوم معرض القاهرة الدولي للكتاب فعالياته في دورته 53، حيث تقام العديد من الفعاليات الثقافية ضمن البرنامج الثقافي والفني للمعرض. للمزيد ينضم إلينا مراسلة التلفزيون المصري جرمين إبراهيم من هناك. يا جرمين، يعني انقل لنا أهم فعاليات اليوم الأخير من المعرض، وهل ما زال الإقبال متواصلا ومستمرا حتى الساعات الأخيرة من المعرض؟ جرمين، معنا جرمين؟ جرمين، أسألك عن فعاليات اليوم الأخير من معرض القاهرة الدولي للكتاب، وهل ما زال الإقبال مستمرا حتى الساعات الأخيرة من عمر المعرض؟ نعم، بعد التحية بالفعل نتابع معكم في الساعات الأخيرة قبل إغلاق أو انتهاء فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب. هو اليوم الأخير والساعات الأخيرة للدورة 53، هذه الدورة التي أقيمت بمشاركة أكثر من 1000 ناشرا مصريا وعربيا وأجنبيا من 50 دولة حول العالم، وكانت اليونان هي ضيف شرف لهذه الدورة الاستثنائية نظرا لأنها كان فيها العديد من الفعاليات والأنشطة التي تم إطلاقها لأول مرة في هذه الدورة 53. فيعني في هذه الدورة تم إطلاق مشروع الكتاب الرقمي في هيئة الكتاب أو في الهيئة المصرية للكتاب. أيضا تم استخدام أحدث وسائل التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي عن طريق عرض شخصية المعرض هذا العام يحيى حقي بتقنية الهولوجرام في شاشات تعمل باللمس وفي عرض تفاعلي مع الجمهور. أيضا تم استحداث جائزة أفضل ناشر عربي في هذه الدورة. من الأشياء أيضا الجديدة والتي لاقت إقبال كبير وتجاوب كبير من المواطنين ومن الزائرين من المعرض هو تخصيص قاعة كاملة للطفل، وهي كانت بمثابة معرض موازي للأطفال ولأحدث الإصدارات الخاصة بالطفل على مساحة 400 متر. تم فيها تخصيص أو عرض يعني مجموعة من دور النشر الخاصة بإصدارات الطفل والكتب المدرسية، إلى جانب إقامة عدد من الفعاليات الثقافية والفنية وورش الحكي المخصصة للأطفال. والحقيقة كان فيها إقبال كبير جدا من المواطنين ومن الأطفال التمتع بمختلف الأنشطة. أيضا المنصة الرقمية والتي تم إطلاقها العام الماضي تم استحداث فيها أشياء جديدة، منها خاصية شراء الكتب أونلاين وتوصيلها لمختلف أنحاء الجمهورية عن طريق هيئة البريد المصرية، إلى جانب يعني العمل الطبيعي لها في عرض أجندة المعرض والأنشطة والفعاليات وأيضا شراء التذاكر. إذن يعني في نهاية هذه النسخة نستطيع أن نقول إنها نسخة ناجحة بامتياز، وذلك يعني يظهر من خلال الإقبال الكبير من المواطنين. فكحسب ما أصدرت إدارة المعرض إنه الإقبال تجاوز 1 مليون زائر على مدار الأيام الماضية، وهو أيضا ما شاهدناه منذ اليوم الأول وحتى صحيح جرمين، يعني كما ذكرت بالفعل هو الاحتفالية أو العرس الثقافي الأهم والأبرز في مصر والعالم العربي. شكرا جزيلا لك جرمين على كل هذه المعلومات. جرمين إبراهيم مراسلة التلفزيون المصري من مقر انعقاد معرض القاهرة الدولي للكتاب بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية. شكرا جزيلا لك جرمين.